أخي الله، وزي ما أنت بتجري على رزقك هو كمان بيجري على رزقه. يوم يجور على رزقه يا يونس يرضي بيه ده. جرى يا جمعة، ده بدل ما تاخده في عبك، مش ده برضو اللي هيبقى جوز بنتك؟ لا يونس، يونس أزعل منك قوي. بأمارة إيه يا أخويا هيبقى جوز بنتي؟ ده وده العبان مش راسيله على بر. بص يا يونس، أنا قلتها لك كلمة، أنا ماليش ذنب. جمعة ما تلفش وتدور معايا. طب تحب أحلف لك بإيه؟ أحلف لك برحمة أختك اللي ما عديش أعز منها، اللي لغاية دلوقتي بترحم عليها. أمال لو مالكش ذنب يابا، مين اللي له ذنب؟ معرفش، أنا خدت عهد على نفسي ما أتكلمش. شفت يا خالي؟ يبقى في حد تاني. ماليش دعوة، مش هتكلم، مش هنطق بكلمة واحدة. كلامك ده غريب أوي يا جمعة، هيكون مين يعني؟ تفتكر يا خالي حد من رجالتك اللي معانا هو اللي ورا الموضوع ده؟ تقدري تشكي فيا أنا، إنما حد من رجالتي أنا كلفته بشغل؟ لأ. أبويا بيقولي إن هو حد إحنا نعرفه. هجيبهولك إن شاء الله من تحت تغطي الأرض. علي صعبان عليا قوي يا خالي، خبطك التقيلة قوي عليه. لو محتاج فلوس أنا تحت أمره. يا خالي ما أنت عارف علي كويس، ما يحبش يمد إيده لحد، وكرامته عنده فوق كل شيء. خلاص نحاول نساعده من غير ما نجرح كرامته. يا حبيبي يا خالي، ربنا يخليك ليا وما تحرمش منك ابدا. سلامة حبيبتي. مع السلامة. طريق السلامة. خدي بالك. سلامة. ألف سلامة. اوعى ايدك من على الشنطة، هفقعك الرصاصة سايح لك دمك. يا ست كل ده انا هشيلها لك. شيلها لي ولا تقلبها لي؟ ايه ده؟ مش ده صوت موسى؟ هو ده ده صوتها بجد؟ اه دي ربنا فقعك بنيه في البرابريز اللي في وشك بتاع دم. اوسى الله. ايه يا اوسى؟ انت اللي جابك هنا؟ اللي جابني؟ ايه المقابله دي؟ انت كنت بتتخانق ولا ايه؟ امال يعني كنت بتفسح؟ طب وجايه من عند ريحه الحبايب وعامله الزعابيب دي كلها عليا يا اوسى؟ اصله ايه؟ فكان دي لقاء حسونه، عايز ياخد مني الشنطه، قال ايه عايز يشيلها، لا هو عايز يقلبها. يقلبها ده بيشتغل في الاوتيل عايز يوصلك، امال بقى لو في اوتيل فايف ستارز كان شالك انت كمان. طب ما تعالى يا اخويا نروح فايف نجوم. استني علينا بس ربنا يكرمنا واديكي سبع نجوم كمان. قدها ودودي عالي يا ويكا. المهم امك وصلت؟ اه الحمد لله وصلت بالسلام. هي سبقتني بس انا كان ورايا بصراحه مصلحه شغل كده، قلت اخلصها واجي على طول. طب تعالي بقى احجز لك جناح بقى يليق بمقامك كده تستريحي شويه. يا عم جناح ايه ورك ايه، انا مستعجله عايز انزل السوق اشتري حاجات، وبعدين انا مش هقعد في الكندا بصراحه، انا هروح اقعد عند اختي زينت الرجال. اختك اسمها زينت الرجال؟ امال اخوك اسمه ايه؟ صوابع زينب. لا بقول لك ايه، انا محدش يجيب سيره صوابع امي. الو. ايوه سمك. لا لا طالع لك. تعالي اوصلك بقى على سكتي، بقول لك ايه هشيل لك الشنطه. طب ما تشيلني انا وبلاش خمس نجوم. لا خمس نجوم اخف. هو مخلوق مني ليه؟ البت دي اوسة كده ولسانها بعيد عنك سالك. حاطه فيها ايه دي؟ اصل يا اخويا عقبال املتك اختي متوضه في شقتها، جايب لها بقى شويه اسمنت وزلط وطوب. اسمنت؟ علي ازيك يا سمكه؟ سمكه؟ اوسة خلت لبنى جايه تقعد هنا يومين بس هتقعد عند قرايبها. اهلا وسهلا يا ست اوسة، نورتي البلد. بس حقت قعدتك دي تبقى عندنا احنا، ده احنا كنا شلاكي فوق راسنا من فوق. خرب يا ولاد، ايه الكلام الحلو اللي زي العسل ده؟ لسانك بينقط ايه؟ جمبري صغنن صغنن. جمبري؟ على اساس سمكه. بقى مخنوق مني ليه؟ اتفضلي يا ستروس. على فين؟ اه اللي يسال ما يتوهش. لسه هنسال. بلاش الخنقه دي. ايه يا علي بقى ما تسيب. أنا متأسف يا سمكة على اللي حصل. على فكرة أنا اتخانقت معاهم بعد ما أنت مشيتي. أنا عارفة يا علي أنا غالية عندك قد إيه، وعارفة إنك مش ممكن تشك فيا أبدا، لأن أنت عندي أغلى من روحي. وأنت كمان يا سمكة، ما قلتليش أنت كنت عايزانا ضروري في إيه؟ يا علي عايزة أقول لك إن أبويا ملوش دعوة بموضوع تخريب المراكب ده،
لأمي. يا علي ده حلف قدام خالي يونس انه ملوش دعوة. مش ضروري يكون هو اللي خرب المواتير وخرم المراكب، لكن انا متأكد انه هو اللي دبر ورجالته هم اللي نفذوا. يا علي ده بيحلف ان في حد تاني ورا الموضوع ده. حد تاني مين؟ ما هو مفيش حد عايز يأذيني في البلد دي غير ابوكي عشان يبعدني عنك يا سمكة. يعني انت مش عايز تبعد عني يا علي؟ ما انا اقدر ابعد عنك يا سمكة، ده انا جايلك من اخر الدنيا. ايوه كده، ارجع لكلامك الحلو. خلاص بقى يا سمكة مش وقته، خلينا في المهم. المهم ايه يا علي؟ الكلام الحلو بيتقال في اي وقت وفي اي مكان. ماشي يا ستي، ما انا مش هقدر اغلبك في الكلام. طب ركزي معايا شويه بس، لو مش ابوكي هيكون مين يعني؟ ما رضيش يقول لي عليه. شفتي اهو عايز يلزقها لاي حد تاني. لا يا علي، ده قال لي انا وخالي يونس انه حالف ما يجيبش سيره الشخص ده. بصراحه بقى سمكه انا مش قادر ابلع الكلام ده. ما تقلقش يا علي، اصلك مش عارف خالي يونس هدده ازاي، وبعدين قال لي ما تقلقيش انا هعرف مين الشخص ده. هيكون مين يعني؟